رجعنا هذا هبا احنا دائما نسويها بالختام. لا احنا نقول ايش الصباح ومت انت اسمع عليهم من جديد. اي احنا رجعنا ايش الصباح اثنين عندنا سمعونا مو تمام. طبعا لا ليديز فيرست انا مستحيل يعني. مو ادري انه قلت لي ليدي ذا فيرست. اي طبعا. بس انا حاطك الجو. لا ابقى مصر على قراري. لا تخجلني. يسأل صباحكم من جديد مشاهدينا، دائما احنا حريصين انه احنا تكون مواضيعنا منوعه في طبعاً. فقره يا هلا بالضيف، اليوم محور حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن شنو؟ عن العشق اللي يمك المطبخ. ومحروم انت من عنده هسه. طبعا اليوم حنتحدث عن الاكلات الشرقيه والاكلات الغربيه مع الشيف ريهام محمد، وكثير من المواضيع راح نستمتع بها اللي يحبون الاكل. حتى الهيلثي فوت اليوم ايضا راح يستمتعون بهذا الجانب. الابتسامة اكو فد موضوع يعني يخصني كذا راح نحكي. اكيد راح نتحدث كل المواضيع جميله. صباح الخير صباح العافيه شيف ريهام. صباح الخير شيف، شنو الاخبار؟ شيف قبل ما نتطرق لموضوع الاكل، شنو هي اكثر اكله تحبيها؟ اني الدولمه. الدولمه الهويه العراقيه اللي الكل مختلف عنها صراحه. احنا بس نبقى بقطع سؤالك. طبعا انا مدى اسمع الصوت واضح تمام، في شوي نريد باور، شلون الباور اللي القوه اللي تنطيها بالمطبخ اللي تهز تحبين انت تاكليها من ايدك شلون من ايد احد معين؟ لا من ايد احد. من ايد احد؟ اي من اسوي الاكل ما ادري ليش ما اكل، احتمال لي انا اتعب بي او اني عكس الناس، اني احب الاكل اللي تعجبني اني اطبخه. يجوز لانه لين اني اشتغل بيه دائما. هو لانه انت تشتغلين دائما بالاكل. احنا دائما هو شوفي سبحان الله يعني هو دائما الشيف من يشتغل شغله يعني ما ياكله يعني خاصه اللي هو بس هو مثلا ما يستذ وقوي ويتاكد من عنده عادي هذا الشيء، بس ما اعرف يستلذ من ايد غيره. زين تتوقعين نفسك انه او انت شيف متكامل؟ لا مو نقول متكامل يعني الواحد يوصل لمرحله انه اني اوكي شيف بروفيشنال بعد ما احتاج احد يرشدني لاي معلومه، لو هذا هم بحر موضوع. طبعا بحر، هو شوف المطبخ بحر يعني كل ما تتعمق به كل ما هي يعني هم تجي اكلاته هم تخطر اكلات تتعلم. يعني ماكو هسه مستحيل شيف كل شيء يعرف مستحيل يعني. هسه شنو خلينا نحكي عن بدايه مشوارك بعالم الطبخ والمطبخ، حدثينا عليه. من سنوات من عمر 8 سنوات. من عمر 8 سنوات كلش احب يعني احب الطبخ. كانت والدتي ووالدي موظفين يعني لحد الان هم، فاعتمدت على نفسي لان وحدي دائما بالبيت. كانت امي تجي متاخره واني اجي من المدرسه، كنت اتابع برنامج لك يا سيدتي، فكل ما تسوي هذا الشيف اني اروح اقلدها. حلو. اقلدها واحكي ويا نفسي يعني من اطبخ. والوالده الله يحفظها كانت تنطيك مساحتك الكافيه انه انت تبدعين بالمطبخ بهذا العمر، لانه بهذا العمر اكثر. وللعلم والدتي ما علمتني شيء، اني يعني من كيفي كنت يعني ابتكر اكلات حلو. يعني شلون نقول نخبط زين بهذا يعني العمر تحديدا، كون انه انا عندي يعني بنوتات ابداعاتهم دائما صار مكلفه اكثر من الابداع نفسه. شلون يعني؟ يستخدمون مواد اكثر واسراف اكثر. صحيح. ومرات يخربون. تخليهم اهم شيء جر يعني اهم شيء التجربه. تجرب. هو هي ضيفتنا ريهام، بس بما ان انت ذكرتي وقلتي انا عندي بنات هم تخليهم يطبخون. اي لانه نفسهم كلش حلو بالاكل. والله اني امهم. طبعا غيرتي امهم. خلينا نرجع ويا ريهام. ريهام موضوع الطبخ شنو شفتي الصعوبه الموجوده به وشنو شفتي السهوله اللي متوفره؟ شوفي اللي يحبه يعني حلو، ما يشوف صعوبه به ابد. اللي يحبه مستحيل يشوف به صعوبه، بالعكس. انه انت شلون خلينا نقول انه هاي شوفي كل عماره او كل شيء هو اساس. طبعا. انه اليوم نجي نتكلم عن انه طريقه الاساس، شلون حاولتي تبنين الاساس الخاص بك كشيف وتحافظين على سر المهنه الخاص بك وتحافظين على طبيعه الاكلات اللي تسويها؟ يعني انا كنت بس اسوي اكل وخلاص. فكان شيف عمر البدراني يعني علمني على هواي شغلات كنت انا اخطا بيها. يعني على اساسيات المطبخ ومدخل اللحوم هو الاساس بالمطبخ يعني. شلون نبدي من الصفر يعني من القصابه الحد التجهيز مثلا يعني نقول حد المطبخ. طريقة تقطع لانه كل طبق خصوصا طبعا اللحوم لها طريقة دراسة يعني معينة. بالضبط. اليوم حتى يمكن خلينا نتحدث شوي عن جانب الادوات اللي تستخدم بالمطبخ. اكو كل طبخة تعديها نوع خاص من السكاكين المعينة طبعاً. يدخل باعداد طبعا هذه التفاصيل طبعا. ايش قد تحبين ادواتك؟
يعني صراحه كنت يوميا اروح للماركتات في سبيل اي شيء جديد ينزل. حلو. انه تلقيني انا اول وحده جايبته. زين. وانا كلش اهتم طبعا بالقارنش مال طبقي، يعني اهم شيء يكون القارنش. زين. هسه ريهام انت متخصصه بالاكلات الشرقيه الشرقيه والغربيه والحلويات ايضا. الحلويات مثل ما تشوفين هسه هاي فيليه سمك مع صوص التارتار. زين اليوم هذا التعدد بالهوايه اللي انت تملكيها ما ممكن يقلل ادائك بمثلا تقولين اني اقوى بالاكلات الشرقيه اقوى من الغربيه اما بالحلويات ابدع اكثر. انت نمبر 1 وين بصراحه تشوفين نفسك فعلا بالغربي بالاكلات الغربيه؟ احب اتفنن بيه اكثر. يعني اعطيني بالبرزنتيشن مالته تقديم الطبق. نعم. وهماتين ما اقدمه يعني هيك الا استفسر منه يعني اقول له صح او خطا يعني يعطيني ملاحظات اعدل به. حلو. حلو. زين طبيعه الاكلات الغربيه شنو تحب هسه مثلا الاكل الشرقي؟ نعم. او خصوصا الاكل العراقي البردي بلا والبيتزا المعجنات. هو الاكل العراقي يتميز انه يكون جدا دسم. نعم. فشنو الشيء اللي اذا مو دسم ترى ما طيب طبعاً. يعني ما اقول لك هسه التمن المبزول يعني اذا بدون دهن يصير طيب؟ يعني نحايل عليه نحط له زبده شوي شوي يعني بس انا اشوف ال هو الفرق يعني نتكلم عن الفروقات بين الاكل الغربي والاكل الشرقي. شنو السهوله الموجوده هنا؟ شنو السهوله الموجوده؟ شنو الصعوبه الموجوده؟ بالعكس المطبخ الشرقي اسهل بهواية من الغربي. اسهل اسهل إيه طبعا. شنو يعني وين اسهل؟ لا بالعكس عندك هنا عندنا شوي والصوص والقارنش والهواي هواي شغلات يعني وشنو الصح وشنو الخطأ وشنو اللي يدخل يعني هسا عندنا الصلصات يعني مو تقريبا هن اللي علمني اياهن عمر البدراني تقريبا صلصات الأم هي 5 أنواع وكل صلصة بها أفرو يعني حلو. اليوم حضرتك ريهام تشتغلين في احد المطاعم المعينه في بغداد، لكن المعروف انه المطاعم الفاست فود هي دائما الاكل الغير صحي. صحيح. اليوم دخلت حداثه شنو الاكل الصحي. نعم. الهيلثي فود. خلينا نتحدث عن هذا الجانب ونغير وجهه نظر الناس. انا كنت يعني شيف بعده مطاعم. زين. فهسه انا حاليا بشركه انتاج صاج الريف. زين. يعني كنت شوي متخوفه من الامر انه انا شلون بالمطاعم وسناكات وهاي شلون حدخل شركه يعني اول مره. فاستاذ علي يعني شلون خلاني احب المكان يعني شجعني انه اكون شلون من ضمن التيم ومن ضمن الفريق. نعم من ضمن وبعدها شلون قمت اسوي صحي لان انا متعوده على السناكات اي يعني والسندويشه تعرف من الشيف الى سندويشه الصحيه يعني الطفره نقول طبعا طبعا اكو فرق. فبدينا بالسندويشات يعني علمني حتى هو خطيه كان يدخل وياي يعني حتى شويه يسوي لي روح حماس بيها كنت اقول له ما اقدر يعني يعني هاي مو مهنتي يعني انا احب المطبخ احب يعني اعشق المطبخ شويه شويه يعني تعودت يعني ما يدعمني احنا دائما مطعم يعني اكل غير صحي هذه المرادفه اللي تكون مرافقه هذه كلمه المطعم بس اليوم دخلت الاطباق الصحيه بالمطاعم حتى بالمطاعم اللي هي ما تحتوي على الاكل الصحي فقط بس هم اكو على طلب الزبون يعني ممكن اذا الزبون يريد صحي او لا يعني حلو. الشيف ممكن يقدم لنا طبق صحي عادي يعني طبيعه الساندوتش حسب الزبون طبيعه الساندوتشز اللي تسويها اليوم بما انه انا احب الاكل الصحي شنو هي كلوب ساندويتش والساندويتشات انواع الساندويتشات اللي تسويها وشنو هي الطريقه اللي تتكون منها الدجاج واللحم المدخن والسيزر والتونه خلينا نستثمر وجودك اليوم امطينا سناك صحي سريع يقدرون يستخدموه مشاهدينا خصوصا اللي متبعين نظام غذائي صحي بامكانهم يعني يستخدموه بالبيت ايدين من جانب الصحي اي جانب صحي يعني اللي هسه اقدمه شيء نقدم لهم طبق سريع حاليا هسه كلوب ساندويتش هي اصلا يعني يقولوا لها كنبيهات بس انا اسميها كلوب ساندويتش يعني سمول توست قطع بالرنج لحم مدخن ايضا قطع يعني قطع بالرنج العفو وبعدها امسحها بشويه جبن شيدر اخلي قطعه اللحم فوقها وبعد طماطه كرزيه زيتون اي شيء وتتقدم للزبون فتشي كلش حلو يعني حتى بس طبعا لازم تستخدم الجبن اللي يكون لايت يعني اللي يكون كل شيء دايت كل شيء دايت تغير حلو زين خلي ايضا نحكي عن المشاركه مشاركه مشاركاتك بمسابقات الطهو
تحدثينا عن هذا الجانب. شاركت بمسابقة شيف العراق، هي أكبر مسابقة بالعراق أو نقول ثاني مسابقة أعتقد يعني. هي حلو والله، كان يعني تجربتي بيها كانت يعني ما شفت روح المنافسة بيها بقد ما شفت روح المساعدة. حلو، يعني واحد يساعد الثاني، واحد يتمنى أنه يعني كلش يعني حبيت هاي المشاركة بيها، واستفاديت أيضا من المحكمين انطونا نصائح هواية. يعني أنا كلش أحب أي شيء بيه مجال الطبخ أنا أدخل بيه، وأحب يعني أستفاد وأسأل. حلو. أسأل عن زين، شنو اللي إضافة لكيا المشاركة بهذا البرنامج؟ هواية يعني من أقدم الطبق شنو اللي بيه خطأ وشنو اللي بيه صح وشون أعدله، وأهم شيء قلت لك يعني هسه حاليا عندنا أهم شيء بالمطاعم الجارنيش يعتنون به، احتمال نقول اكثر من الطعم الطبق يعني لازم يتقدم للزبون. زين، بصراحه شوفي هو البرنامج يعني اتوقع لاقى اصداء او ملاقى اصداء عاليه، لانه تعرفين مواقع التواصل الاجتماعي صحيح. كثير بيها منشورات، كثير يتداولون مواضيع للطبخ، وخصوصا اليوم صحيح. كثير من الاشخاص مستخدمين صفحاتهم الخاصه حتى يروجون الاكلاتهم صحيح. هاي المواضيع الخاصه بهم. فانه انت اليوم ما حاولتي من بعد خطوه الاشتراك ببرنامج شيف العراق او المطبخ العراقي مو تمام، ما حاولتي انه تستخدمين او توثقين صفحه لك بمواقع التواصل الاجتماعي تعرضين بها اكلاتك، تعرضين بها مشاركاتك اللي شاركتيها بعالم الطبخ والمطبخ؟ انا اصلا مقدمه برامج طهي في احدى القنوات العراقيه قناه كربلاء الفضائيه، فتركت لان التزام عمله منه ما قدرت، فالتزمت فقط بعملي هذا. كان عندي بيج يعني انشر كل اللي هسه، بس حاليا شوي انغلق، بس عندي ان شاء الله محتوى جديد نقدمه انا ومخرج استاذ علي ان شاء الله بنشتغل عليه قريبا. زين، اليوم عالم الطبخ هو احد الفنون وايضا هو هوايه، لكن تحتاج لها صقل واساسيات حتى انت تبدعين بها اكثر. طبعا خطواتك الاساسيه وتلمستي ودرستي هذا الجانب بأي عمر وعلى يد منه؟ يعني قلت لك أنا من أني طفلة تقريبا هذه الهواية سنوات. بلشتي تسقلين هذه الهواية وتحترفين فن الطبخ إيش وقت؟ من عمري 25 سنة بس اللي يعني كلش اتطورت بيها وظليت يعني عرفت أن الصح من الخطأ وأساسيات المطبخ 27 سنة. حلو، يعني من قلت لك وعلى يد منه؟ عمر البدراني. عمر البدراني طيب هواي تعب وياي يعني تحياتي له. حلو، هواي كان يتعب لحد ما وصلت يعني، صحيح انه كل اللي قاله من دخلت الشركه يعني فعلا. زين، شنو هي الاساسيات اليوم؟ كثير عندنا هواة يحبون عالم المطبخ، شنو هي الاساسيات اللي لازم يعتمدوها لدخول الى هذا العالم؟ نظافه الشيف يعني النظافه الشخصيه. حلو، يعني لازم اهم شيء القبعه والاظافير والهاي، حتى الميك اب ممنوع يعني هالقد ما يعني اهم شيء الطبق يكون صحي او حلو. المنتج اللي نسويه صحي. حلو، يعني وال ادوات يعني كل شيء، واللون يعني اللون المحدد حتى التقطيع لازم هاي الوان، واحد للحم واحد للدجاج، تنظيم يعني الادوات وتقسيمها بشكل صحيح. بالضبط، شاتشين حتى اللي انواع طبعا كل شيء يعني وحده للخضار وحده للحم. احس علاقتكم بالسكاكين مثل علاقتكم بالمكياج، شلون كنا نسويك مهووسين بالمكياج الشفات طبعا. زين، اليوم شف خلي نعرف يمكن اكثر الاشياء اللي انت تتميزين بها هي الادوات اللي انت تستخدميها، عندك ادوات معينه تحرصين على انه انت تاخذيها من مناشئ اصليه؟ لا مو مشكله، مرات يعني منتج عادي ممكن يطلع لك شغل احلى. اها، مو شرط يعني، هذا مو شرط، وتبقى هي على زين. انواع اللحوم اللي انت تستخدميها اكثر شيء تحبين تستخدميه؟ حبل الظهر يعني يكون طري. ويلي هاي باللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء بصراحة أنا كشخصيا ما أحب يعني الصدر والدجاج وهاي. فتحبين اللحوم الحمراء أكثر. زين، شنو هي الطريقة الخاطئة اللي يتبعها بعض الأشخاص بموضوع الطهي؟ يعني ما يعني مثلا اكو شيفات عندهم فت خطوات خاطئة، انه هاي الخطوات صحيحة هواية، بس هسه قلت لك جمعية طهاة العراق اللي أنا يعني حاليا عضو بيها يعني هواي دربت يعني شيفات هواي يخطئون يعني، فهسه حاليا اكو دورات جاي تقدمها يعني الجمعيه، فهواي استفادوا من عندها. زين، شنو يعني الشيء اللي موجود عند الشيفات وما موجود عندنا احنا اللي مو شيفات؟
سر المهنه يعني؟ يعني هو مثلا شيء موجود عندكم ومو موجود عندنا، اشو انتم مثلا عندكم تمن احنا عندنا تمن، بس الطعم يختلف. هو واهس الاكل نفس نفس صح، واهم شيء النفس. وقلت لك هو واهس، يعني اذا انت ما تحب الطبخ مستحيل حتى يطلع طعمه طيب، لان انت اصلا ما سويته بطريقه صح. قلتي لي اكثر اكله تحبيها الدولمه، اكثر اكله تحبين تطبخيها شنو هي؟ البرياني. البرياني لحم. هاي اليوم حالفة عليك عزوز، انت يوم خارج قوس. البرياني لحم زين، اليوم بس يفوت منا الاكل صح، وتشم الريحة. زين شيف ريهام، تحدثتي انه انت حضرتش مقدمة برامج. نعم. لبرنامج اكيد طبخ. نعم. مختص بالطبخ. اليوم شلون تشوفين هو واقع برامج الطبخ في الشاشات العراقية؟ اي نعم، والله ناجحة يعني بالعكس. حلوة. بالعكس كلش حلوة. يعني أنا من الناس اللي يعني أرجع من الدوام مرات أخلي لي ساعة أنه أتفرج. تتفرجين برامج عراقية للطبخ لو عربية؟ أنا سألتش تحديدا عن البرامج العراقية اللي تقدم بالشاشات العراقية. العراقية يعني عراقية. ما شاء الله شيفاتنا هوايدة يبدعون، يعني ما عندش ملاحظات غير وده تشوفهم أطباقهم انترناشنال، يعني ما عندش ملاحظات ثانية أنه مثلا تتمنين أنه إحنا اليوم كلنا متابعين خصوصا ستات البيوت. متابعين مواقع عربية، برامج عربية، شنو تتمنين العراق يوصل لأي مستوى؟ شنو الملاحظات اللي عندك العالمية؟ يعني يعني برأيك شنو إحنا نفتقر حتى نوصل لمستوى الإعلامية؟ إعلامياً. شلون يعني؟ يعني الإعلام هسه حالياً يعني يتوجه شوية للطبخ، يعني إذا الإعلام يتوجه للشيفات ممكن نوصل. شاء يعني مظلومين إعلامياً بصراحة الشيفات. مو كل القنوات، إحنا دائماً حريصين. لا مو كل القنوات. من أي جانب؟ صحيح. طبعاً شيف ريهام كانت ويانا اليوم، تكلمنا على اكلات جدا مختلفه، وانطينا لك سناك صحي، وانطيتوني سناك صحي، وانطوني سناك صحي يا عالم، فانا لازم اردهم الجميل واشكرهم. اشكر ريهام واشكر هبه لانه ساعدتني على انه ريهام تعطيني اكل صحي، وهي قالت لها وبادرت بهذا الموضوع. شكرا هبه. شكرا ريهام. وشكرا لكم مشاهدينا، بالتاكيد لا زالت فقراتنا هذا اليوم مستمره. طبعا اني احاول قدر الامكان ان انهي هذه الفقره، بس كل ما اريد انهيها لازم احكي لكم في موضوع. yeah. انت شيف مبدعه وهي تحب الطبخ، فشنو رايكم ان انتم تسوون نفس الاكله اثنيناتكم؟ ها واحنا نتذوق ونقرر. اي ان شاء الله. ليش لا؟ ان شاء الله بالمستقبل. بين الشيف ريهام والشيف هبه. طبعا شكرا لك شيف، نورتينا. كان وجودك جميل معنا واستمتعنا بالتاكيد. نلتقيش لما تكونين مشاركه بمسابقات عربيه ان شاء الله. ان شاء الله. والله اجتني عروض بس ما اقدر اسافر. اها والله. يلا كل التوفيق. شكرا لك. طبعا بالتاكيد وصلنا الى ختام محورنا في هذه الساعة، لكن مكملين بتكملة باقي الفقرات، راح تكون عندنا انتقالة مع زملائنا في أقليم كردستان، نقولهم يسعد صباحكم.